نوصل لفقرة على الموضة مع شانتال قزة. صباح خير شانتال. صباح الخير. مرافقتيني أربعة أحد وين ما كون أنا وراك كوني معي. منيحة ماشي الحال؟ منيحة شانتال. اليوم موضوعنا حلو لأنه رح نحكي شوي عن إطلالات النجوم بميركس دار. صح صحيح يلي صار بدبي. أول شي شو رأيك أنه صار الميركس بدبي؟ هو ما بعرف صار بدبي او صار في اديشن دبي اديشن. ايه اكيد مش عن عطول يعني. لا بس حلو انه هالسنه كان موجود باتلانتس بدبي عكس الايام السابقه اللي احنا معودين انه بيكون الايفنت موجود بلبنان. بلبنان هلا بتخيل انه حلو شوي انه هيك تغيير. واليوم يمكن اغلبيه النجوم كمان صاروا موجودين بدبي واغلبيه اللبنانيين صاروا موجودين بدبي. يعني بتخيل اليوم الامارات كمان فاتحه لكل اللبنانية اللي موجودين برا وهو حدث عربي بيجمع كل النجوم العرب. بتخيل انه شيء حلو انه يصير. حلو اخذ درجة كتير حلوة والكتير والحلو زيادة انه التيم اللي اشتغل على الميراكس كان التيم اللبناني. يعني كان في شغل كتير حلو. صح. بس لو اشتغلوا شوي على الفساتين كان بيكون بعد احلى. ايفنت هالقد كبير وهالقد مشغولة عليه واخذ هالقد درجة وكتير كان حلو ان كان في انه كان في وجود للإمارات الإماراتية بالميراكس وحتى بالتقديم. يعني أنا حبيت هالجمعة بهيك إيفنت لبناني كبير بين اللبنانية وبين الدول العربية والإمارات يلي هي دايما عن جد داعمة لكل الشعب اللبناني ويلي الشعب اللبناني كمان من ناحيته عم بقدم كتير يعني أعمال جيدة إن كان من ناحية التنظيم والإخراج والميك أب واللبس. يعني دايما بنشوف الأسامة اللبنانية لامعة وين ما كان. رح نبلش. خايفة منك أنا اليوم شغلة لأنه حسيتك هيك شريت لك. يعني تفضلي شغلة. رح نبلش بأول لوك يلي هو نادين نجام بفستان لأيدن لعدنان. هلا القالب غالب. نادين شو ما تلبس بالبقلة هيدا من يعني بتطلع حلوة شو ما تلبس. يعني بالنهاية إذا لبس التانك توب وجينزي لأنه جمالها كلاسي بتاعتي تقل للدرس. بس أنا شو ما تلبس بلاقي فيها تلبس أحلى. هذا رأيي. أيه. خاصة بهيك ستايل. أنا هيدا الدريس ما حبيته. يعني هي ما في شك إنه إذا إنه سيدة حلوة. إذا بقى نحكي عن الميك أب عن الشعر عن الإطلالة اللي هي بتكون دايما عندها هيك طلة حلوة طلتها مميزة دايما. بس ما بعرف حسة هي عاطية الفستان. صح. مش الفستان عاطية شيء. وبس تطلعي بالصورة النصانية اللي بتشوف اللوك من النص بتلاقيه أجمل من بس تكتشف إنه في ريش بالكعب. 100% وخاصة إنه الريش ما بعرف كأنه قاطش المدى. يعني واصل لمرحلة غلط. صح. يعني للأنكل هيدا الشيء منه بروبورسيونال مع الجلوفز. وهي مع طويلة وجسمها حلو وعرض الريش اللي محطوط صار تقريبا متناسق مع عرض الأرداف. يعني بتحس بطل في هيدا السحبة اللي بترفع بالكعب اللي بتعطي قديش الشخص هو جسمه حلو وعنده طول. يعني لانه هي لبسته طلع حلو. مزبوط. ها هي يعني يعني هي اللي جملت الفستان. واكيد لو كانت لابسه لوك هيك شوي. انا حسيت انه اكثر شيء زعجني طول الفستان صراحه. يعني مع الريش اللي من تحت بحس لو كمل بس اسود عادي للارض كان طلع احلى. انا في شغله ثانيه زعجتني درزات الجلوفز على الاصابع. وقتها كانت هي ماسكه الكلتش كانوا كثير مبينين. عاده بس تعمل جلوفز محبز انه يكون في درزه وحده مش على الميلتين. بس لما تبين بهالحاله خاصه انه هي لقطه الكلتش بهالبوزيشن يعني حسيت كثير مبينين بروفيل. وانا بلاقي انه خلص she's a star. صار وقت تلبس اشياء يعني من نفس مستوى نادين. انا هذا رايي. صح. يعني كل مره ستيتمنت يعني. إيه؟ مش بس لانه هي حلوه شو ما لبست حيطلع حلو. لا, لا لازم لانه هي هالقد حلوه وهالقد جميله استثنائيه تلبس شيء ايكونيك. اكزاكتلي. رح ننقل على الصوره الثانيه. رح نحكي اول شيء عن فستان منى ابو حمزه للديزاينر نور فتح الله. اول شيء هذا الفستان انا كثير حبيته كثير طالع كلاسي ومرتبه وخياطته حلوه. يعني ما في زمزمه من ولا محل طالع كتير كلاسي عليها. تعليق الوحيد هو كنت بفضل انه الشعر يكون فيه فوليوم اكتر او غرة والميك اب ينشغل عليه اكتر. بس الدريس كان كتير طالع حلو عليها ومرتب. يعني صح. ما في شيء تعلق عليه. بتحس هيدي منى يعني جمالها بارز والفستان كتير كلاسي وعلى قد ما فيه غلط كتير حلو.
الشخصيه الثانيه اللي رح نحكي عنها هي ماجي بوغسن، لبس فستان لا بورجوازي. ماجي بوغسن الحلو فيها انه ما بتغلط، يعني على طول مرتبه على طول كلاسي، وما بتخليك تحكي عنها انه تعلقي على شيء، وبتريح العين بالاوتفيت، يعني ما بتزيدها من ولا محل. لبس فستان شك كثير لبقله، وعلى طول بيكون تايلورد بشكل مرتب على جسمه، مخيط بطريقه حلوه على جسمه، خصره مبين، ما في شيء مزعج على العين. وانا بلاقي انه هيك لازم الكل يبلش قبل ما يصير ترندي وستايلش، يعني نبلش نلبس شيء صح يبين الجسم مظبوط، تبين مرتبه وكلاسي، ومع الوقت بتنتقل انك تبلش اشياء تلبس اشياء بعد اقوى. بس المشكله انه هن بينطوا من اول ستيب للاخر، بيلبسوا اوتفيت ظابط، مرت الجاي بتجي بتفجر كل شيء وبتبلش تشوف الاغلاط. كثير حلو انه ولا مره فيك تعلق، بتحمسوا يمكن انه شوي او بصيروا يمكن اليوم على السوشيال ميديا بدهم يلبسوا شيء او ياخذوا ضجه فيه او يعملوا ترند. كثير حلو انه ولا مره بتسمح لك انه يكون في شيء تعلق عليه بفستانه، كثير مرتب بالفستان وكثير طالع كلاسي مثل العاده. في عندنا احلام اللي كانت لبسه فستان لزهير مراد، مع انه صراحه انا تعبت لعرفت لمين الفستان، يعني ما كان في تاج ولا عندها ولا عند ديزاينر، بس هيك مع بس برمت منيح لشوف، ما بعرف ليش هالمرة الوحيدة انه ما كان الفستان مبين لمين معمول، بس كمان كان كتير حلو، كان مهضوم عليها، هي بتعرف تلبس لجسمها، بتعرف تبين حالها مرتبة على طول. انا ماني فان هيك لهيك ستايل، بس انه بتخيل هي لها طالع يعني كفار جسم هو بغض النظر عن الموديل، هو على فكره هذا لون كثير دارج السنه والتول دارج كثير. وانا بس بيهمني شغله واحده، نحن وعم نحكي انه الشخص يكون باين خصره مرتب، جسمه مرتب، يعني بين مرتب مثل العاده، يعني ما في اغلاط صح. وهلا بنكفي لنقول ليش، يعني بس عم نحكي على اعظم يعني ايه. رح ننقل على هدى حسين اللي لبسه كمان فستان لبورجوازي، الفستان كان كتير حلو عليها. ولبورجوازي على فكرة على طول تايلورد بترتيب، على طول خياطتهم حلوة، موديلاتهم مرتبة، ولا مرة بتشوف الفستان مش حلو. التعليق الوحيد هو كان الحلق كانوا كتير كبار، وكان تفضل الشعر حلو انه نقت ناتشورال لوك. انا من الاشخاص اللي بحب الشخص يفلت شعراته بالايفنتس الرسمية، بلاقيها هيك بتعطي شوي ناتشورال، بس كنت بفضل اخف فوليوم، يعني كان كتير هيك منسق الشعر اذا بدك، هيك ينترك شوي ناتشورال يتصغروا الحلق. بس انه هو تعليقات بسيطة ما لهم طعمة، يعني كتير حلو الاوتفيت عليها، كتير مبينة مرتبة وكتير لبقلة. ننقل على التنس صورة بلقيس، كانت لبسة فستان دولتشي اند جابانا ستايلد باي سيدريك حداد، كان بايت اذا بدك سيكوين دريس، وفي قصة الكورسيه من النص. هون بدي اخذ رايك لك. هلا انا هلا ماني كثير وانا كثير واضحه الصوره، بس ما بقى انا حسيت شوي الشعر منه حلو، مش انه الدريس، مش الدريس مزبوط. الدريس حلو، انه انا بحب البلاك، وبتخيل ما كثير واضح الكورسيه وهيك، بس انه اوفرول سمبل بلاك دريس يعني. ايه معك حق بشغله انه الشعر اخذ كثير من إيه محل الفستان، مش خارج هيك دريس. والحمره كثير غامقه نسبه لانه لبسه دريس بايات سيكون لحاله بياخذ كثير لمعيه وبياخذ محل، برايي انه الوجه يتنعم والشعر كمان. وكنت بفضل كمان ينشقل لانه القط كثير عاليه، يعني من قدام ومن ورا الفستان. ايه هيك قصدي انه كمان لانه هيك اوندير. انت شو حبيتي؟ ايه انا حبيت الدريس. اسود خلص بتروحي. لا انا حلو الدريس اتس كلاسي وهيك، بس نفس التعليق اللي انت شفتيه، الشعر والميك اب كنت بفضل انه يظهروا قط الدريس، لانه اخذوا من محله. بطلت عم بتطلع بالفستان، عم بتطلع بثلاث اشياء مع بعضها، يعني هالشغله. وسيدريك اليوم يعني كمان عم يعمل شغل كتير حلو عن جد للسليبرتيز، يعني بتحس الفرق قبل سيدريك وبعد سيدريك، وهذا الشيء كتير حلو. وبتلاحظ الاشخاص اللي ملبسهم سيدريك هن الوحيدين يلي مبينين بترتيب ومبين جسمهم مرتب، يعني معروف ما في لزوم حتى انه نحكي بالموضوع، انه سيدريك ستايلز بطريقه كثير حلوه. في عنا اروى اللي كانت لبسه فستانين لشرب الكرم كوتشير، فستان الاخضر اللي قدمت فيه والفستان الابيض اللي عم نشوفه على الريد كاربت مع ريش. رايك؟ يا الله اليوم شو بدك فيي انت؟ ما بعرف، انا ما بحب الريش،
يعني انا اصلا حدا ما كثير بحب الريش، وقليل كثير للاقي دراسي يعني عم بيكون كثير 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 حلو للاقيه انه اقول انه هيدا الدرس حلو. بحسه انه احسن تبعد عنه الا اذا كان شيء عن جد استعراضي. ايه. بس هلا تو بي فير دارج كثير السنه، جاتسبي ستايل كثير دارج، وانا كمان مثلك من الاشخاص اللي ما بحب الريش وبفضل على الريد كاربت نروح على محلات اكثر اليجنت وكلاسي، ومش صح. ضروري ننقي ترند وقتي. هذا رايي، لانه بعدين بتطلعي بالصور بتنقذ شوي ريش وبيدرج سنه وبيختفي او شهرين ثلاثه وبيروح. وبس انه كان مرتب عليها اكيد، والكيب كانت حلوه، واللون الابيض طبيعي على طول دقيق بالاوتفيتس، يعني بضل في اشياء في هيك تنتقديها لانه خاصه الابيض يعني هو صعب، لون صعب، بس تحسي انه تقدري هيك تكمليها من كل الميلات. رح ننقل على الصوره اللي بعدها اللي عم نشوف فيها داليدا خليل لابسه فستان لانطوان كاري. اول شيء انا كثير بحبه هالديزاينر، بحب شغله، وفي شغله انه بغض النظر اذا حبيتي فستانه او ما حبيتيه خياطته بتطغي، يعني ولا مره بتلاقي شيء بقصه فستانه غلط، بيبقى الفستان لابس الشخص مثل يعني لبس ما في غلطه. انا شخصيا ما بحب البطانه تبين، بطانه الدريس الشارت كانت مبينه، هي الشغله الوحيده اللي انا ما بحبها، بس الاخضر كثير لبق لها، الميرميد كات بيرفكت عليها، بس يا ريت لبست فستان الكولكشن اللي عملها الحاضره، لانه كان عامل كولكشن عن جد رائعه، وانا كنت ناطره من الاشخاص اللي بدهم يلبسوا له، يعني في فستان لبسته أحلام وفستان لبسته ميريام فارس، الاثنين أخذوا كتير ضجة، يعني كانت بتستاهل الكولكشن تبعه ما ينعمل كاستمايز دريس. عن جد وأنطوان قارح يعني من الأسامي اللي اليوم عم بيكونوا كتير لامعين، ودايما عنده أنطوار ستايل لإله أنطوان، ودايما الخصر كتير محدد، قصات فساتين وقصات الجمبسوت اللي بيعتمدهم كتير حلو. البطانة هون بتخيل ترجع شوي يمكن للشخص، يعني ما فينا كتير نلوم الديزاينر، لأنه أوقات كتير بكون شخص عباله انه ما تكون لبطانه للارض، ظنا منه انه بيعطي حركه حلوه، وهي بتطلع ثقيله على التصوير، لكمان ما ننظلم الفنان، إيه لايف ما على التصوير ببين بس بتعرفي شوي. يعني هو حلو الفستان انه بليله، بركي لو كانت نيود وما شفناها صح. كان بيكون افضل، يعني لانه عن جد كثير حلوه القصه، وطالع مع عيونها لون الفستان، كانت عامله ميك اب لبق عن جد كان كثير حلو بالصور. في عنا نور غندوري اللي لبس فستان لصادق ماجد بهاللوك، انا كمان لقيت انه نور جملت الفستان مش العكس، وبكل صوره بتشوفي شيء، يعني بصور بتلاقيه حلوه فجاه بتبرم بروفيل بتلاقي انه في تيول كولر شير على الجنب هيك مزمزم، وانا هيدي هالشغله ما فهمتها، يعني فستان مرتب شك حلو ما فهمت ليش في عن جنب تيول مزمزم بهالطريقه، معمول هيك درابي عن جنب. اول شيء كل شيء درابي بالعرض بيعرض، وهي جسمها حلو وشعرها طويل ويعني ملفته وهيك، كنت بفضل انه بلاها هال واللون اصلا، يعني اللون مع شعرها وبشرتها كثير طالع حلو، بتخيل هن شوي الاشياء اللي زايدين يلي مبشعين اللوك، وهون حلو مثلا كنا عم نحكي عن الشعر قد ايه حلو اوقات الشعر يكون مفلوت. كتير مفلوت وناتورال، بيعطي جاذبيه للشخص، هي شخص عن جد هيك جذاب وعاطيه جمال للفستان، يعني انا هذا اللي لقيته، هي جملت الدرس، يعني حدا ثاني لو لبس هالفستان كان طلع كارثه انا بالنسبه لي، لانه لقيت شوي اوت ديتد فكره انه يكون في تيول عن جنب، بس هي كثير جملته طلعت حلوه فيه بالصور. رح ننقل على الصوره اللي بعدها اللي تعبت لي عيوني، في هون كان رحمه رياض لابسه فستان، لابسه اوتفيت سوت لنمر سعاده. اول شيء انا بلاقي بحاله السوت العين بدها ترتاح، يعني السليب يعني يا سوت يا مش سوت، يعني يا اول شيء هيدا طول الجاكيت ايزابيل جولار بتطلع قصيره فيه، يعني بس تطولي الجاكيت هالقد وتعملي باد دريفون من تحت هذا الشيء بيقصر. ليه مش زينه مثلا؟ يعني عم نقي شخص طول مترين، يعني بيقصرها، هيدا اول تعليق لإلي. ثاني شغله باد دريفون والسليف الكبير وكورستري عن ميلة، وعلى فكرة هي شخص كتافة كتير حلوين، وبتلاحظة هذا الشيء بصور، عندها رسمة كتاف كتير حلوة وعندها تشست بونز كتير حلوين، قلت أنا يا ريت لبست شيء تبين فيها المنطقة، يا ريت لبست كورستري كات كان كتير لبق لها. وعلى فكرة كولكشن نمر سعادة كانت كتير حلوة، يعني لو لبست البليزر سوت الأسود اللي عامله وعامل دراسز عن جد كتير حلوين، أنا هيدا الأوتفيت اللي ما حبيته، يعني الكولكشن كتير حلوة، قلت يا ريت نقت
اوتفيت مش كاستمايز، يا ريت عم بيلبسوا من الكولكشنز الديزاينرز عاملينهم، لانه عن جد اجمل. لانه بهالحاله انا لقيت في كثير اشياء تطلعي فيها، في الشكل في الابيض مزبوط. وبعدين الجاكيت مع هالبنطلون، ما بعرف اذا بنطلون ولا جوب بنطلون، با دي لاف سو هيدي الكومبينيشن منا طالعه حلوه، يعني بتحسي انه ما مبين لا البليزر ولا البانت. وفي شغله الابولات بتجي مبرومه وبيرجع ببلش السليف، يعني حسيتك بدي اعلل كم شوي انا حتى دبوسك حسيت اول ما طلعت بالصوره، لانه كتافها كثير حلوين. انا كنت بفضل حتى ما يكون في سليف باللوك تبعها، قد ما عندها هيك تشست حلو وبيلبق لها انه تلبس شيء يبين لها خصره وجسمها يعني. انا بس هيدا اللوك اللي ابدا ما لقيت انه مناسب لها ولجسمها ولقديش عن جد عندها هيك تفاصيل حلوه فيها مش ظاهره باللوك. اوكي، بعد عنا صورتين رح ننقل على انابيلا هلال اللي كانت لابسه براند دريس بالايفنت. هي وقعدت تطلع كثير حلو، هي وعم تمشي بتلاقيه شوي غير، يعني بكل صوره بتشوفي شيء. انا كنت بس شغله صغيره بفضل يكون اطول، لانه هي شخص طويل وكثير كان عم يبين الكعب، بس انه كلاسي عليها. ولو من لون بشرتها هيك بيعطي ستيل، انه انا بلا شو ما لبست تطلع صح. وهي انا بلا اصلا عندها هيدا الستيل اليوروبيان الناعم الحلو، بقى بيلبق لها هيدا اللوك. في عندنا مريم حسين اللي لابسه اتوليه زهره، الفستان لو منه ستيلي كثير مرتب وما في شيء تعلق عليه. شفتها عن جد هيك بمحلات بتطلع بتلاقي شخص لابس شيء يمكن انت ما بتلبسي، ايه بس بيريح النظر، يعني ما بيزعجك، بتقولي يمكن انا مانو الستايل تبعي، بس بذات الوقت ما فيه غلط يعني كتير. صح، ايه كثير حلو شعرها، كثير حلو الحلق اللي لابسته اللي متناسق مع الدرس، الدرس حلو على جسمها، الاصفر اللي بقلها، يعني كل التفاصيل ظابطه على بعضها. وهذا هو الترتيب بالستايلينج، وكل واحد يلبس على ذوقه، يعني مش بالضروره كلنا نتفق على نفس الموديل، بس انه يكون واحد في هذا الترتيب بالصور ومن كل الميلات طالعه حلوه ومرتبه. صح. اخر صوره لليوم في عنا ناتالي مامو اللي لبس فستان ذا اور دريس باللون الاسود، بما انه هلا صاروا بدبي. كثير كمان كان حلو دريس وكلاسي، سمبل بلاك دريس ما فيه شيء غلط ومرتب. وفي عنا اروى اللي صار فيه شيء صغير بتلاحظيه على السوشيال ميديا، اللي لابسه كانت اجمل فستان بالايفنت لنيكولا جبران. الفستان رائع، فجاه بتطلعي بتلاقي اول ما وصلت كانت لابسه بطانه نيود تحت التوب، وهذا الشيء عم تشوفيه بالصوره الثانيه حبيت فرجيه. فجاه بترجع بتشوفي بالصور، ما بعرف اذا كانوا فوتوشوب او تزبطوا او شلتها، انا ما فهمت شو صار، بتشوفيه بلاها. بس العالم نقزت اول ما وصلت انه ليش نزعت الفستان بهالطريقه ولبست، يمكن كانت هي عم بتجرب تغطي شوي، لقيت الفتحه واطيه كثير، جربت تخبي بهالطريقه. اللي نزعت فستان عن جد كان رائع، بس بترجع بتشوف انه بالصور يمكن تزبط هالشغله، وهذا كان من اجمل الفساتين يعني. ونيكولا جبران انا عندي نقطه ضعف عليه، بحب كثير شغله، ولو ما بيعمل يعني بيشتغل اكثر كاستمايزد لوكس، بس يعمل فستان بتلاقي قد 100 كولكشن. وبتعرفي قوام انه هيدا نيكولا جبران، هيدا يعني نيكولا جبران. هيدا كانت هيك جوله صغيره على اول لوكس نانلا الصغير يعني، بس بعد في كثير اشياء ما حكي، بعد في كثير اشخاص ما حكينا عنها. زمزم برافو، مبروك للزلطي. ميرسي كثير شاطر. لا حلو طبعا، دائما الانتقاد وخاصه بس يكون جاي من ديزاينر مثلك شانتال بيكون فعلا برناء، وبنكون عم نحكي عن القصص الاوقات الصغيره اللي ممكن اذا غيروها ولا حسنوها بحالهم يكونوا عم يطلعوا بصوره افضل، خاصه انه نحن عرب ولبنانيه ومزوقين وعندنا مصممين كثير كبير، هذا الشيء بيزيد انه نحن نقدر ننتقد. نعم حالك. اوكي شاطر، ميرسي كثير لك، شوفك على رد نهار الاحد.